السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكل متتبعين قناة خوكم زكريا بارود. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله تعالى غادي نوريكم كيفاش تصاوبوا هاد الديكور لغرفة النوم من البداية حتى النهاية. بالنسبة لهاد الديكور الاخوان، الفيديو طويل، درنا فيه جوج اجزاء. هذا الجزء الاول، الجزء الثاني غادي تتابع من ورا هاد الجزء هذا. كما شفتوا السرير هو هذا الاخوان، الشامبر فين غادي نقادو هاد الديكور هو هذا. غادي نوريكم الديكور ديالنا اللي بنا نقادو، هو هذا الديكور اللي غادي نخدمو اليوم الاخوان. بقاو معايا في لا فيديو. كما شفتو بالنسبه للهبوط، هبطنا ب 10 سنتيم بلا رواقل بلا والو. 10 سنتيم حتى دير 8 ديال الرواقل، 7 الرجله و سنتيم الكاله وتطرق لوطرا ديالك. كما شفتو بالنسبه لهاد الطبيله هادي، غادي نقسموها على جوج بلاكات 60، غادي نقسموها على جوج 30 30، وغادي نصاوبو بها الطبيله. كما شفتو الرويقلات حطيناهم الاخوان. غادي نحاول نوريكم مرحله بمرحله، تبعوا معايا لا فيديو. كلشي صورنا عليكم، داكشي علاش درنا لكم جوج اجزاء باش تاخدو فكره، حتى الناس اللي تتعلم الصناعه ولا هذا تستافد من الاول وتمشي حاجه بحاجه. حيت الفيديو طويل الاخوان، داكشي علاش حاولت نقسمو لكم على جوج. ولا بغيتو تشاهدوا الجزء الاخير، خصكم تبعوا هذا الجزء هذا، ما تفلتوش باش تاخدو فكره الخدمه كيفاش مشات. دابا تنحط في الطبيله الاخوان البلاكه ديالي، تنحط فيها بلاكه حدا بلاكه. قلت لكم العبار تاع البلاكه 30 سنتيم الطبيله، بالنسبه للهبوط 10 سنتيم. تقدر تهبط ب 12، تقدر دير في بلاكه ثاني 25 على حسب. حنا بلاكه عندنا فيها 60، حاولنا نقسموها على جوج باش تعطينا 30 في 30، وتتمشي الخدمه هكا الاخوان. باقي غادي نوريكم شحال من حاجه في هاد لا فيديو الاخوان، مرحله بمرحله. وتا الجزء الثاني اللي هو الاخر راه غادي تشوفوا فيه كل شيء. حاولنا نوريكم هاد الماده وغالب كيفاش غادي نكوليوها. كما شفتوا هي هذه الماده وغالب ديالنا، غادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي نكوليوها. كنتمنى تشاهدوا لا فيديو. هذه طريقه العجنه الاخوان. بالنسبه لطريقه العجنه باش بنا نكوليو، هي هذه طريقه تعجين الكولاج الاخوان. هي هذه تنعجنوها بهذه الطريقه، هذه تنبقاو كندردرو في الغبره، ما تنحركوش حتى توقف الغبره. كم جا تبعكم شبه هكا، تجي ولي القبص طالع للفوق، ما تيبقاش الماء تيبان كتير. كما شفتوا عقلوا على هاد العجنه ديال الاخوان، هادي راه عجنه الكولاج وعجنه الصطاف، غادي تنفعكم في شحال من حاجه الاخوان. دابا غادي نكوليو هاد الماده وغرب اللي حطينا. كما شفتوا الطريقه هي هادي الكولاج، وديما العجين تتهز من الجنب، تتبقى تتهز من الجنب باش ما يبس لك السطل، وتكولي كاع داكشي اللي بغيتي. خص العجين يتقادى وانت باقي تتكولي، ما ماشي العجين قاصح في القرماطة وانت باقي لك الكولاج. لهذا ديما خصك تعود تهز من الجنب كيما شفتو معايا. غادي نوريكم كيفاش تكوليو. بالنسبة للطريقة كيفاش تكولي البلاكة مع الحيط، هي هاجي الاخوان هاكا تدوز يدك مزيان، تتلصق داكشي، والفيلاص يكون هاز العجين، ما يكونش الفيلاص ناشف وبغيتي تكولي به. لا، الفيلاص العجين هو اللي تيكولي. تدي الفيلاص، الفيلاص هو الشعر بالنسبه للاخوه اللي ما تعرفوش سميات الفيلاص، يكون هاز العجين مزيان باش تكولي به مزيان وتكون الخدمه نقيه وتكون صحيحه، ما يكونش عندك الشق ولا حاجه. الا درتي الفيلاص ناشف تيكون ما تيتكولاش داكشي مزيان. والطريقه التعليقيه هادي بالنسبه لهاد البوليشونات الاخوان، دخلتهم ب7 سنتيم. حيت غادي نوريكم واحد طريقه الاناره كيفاش تخدموا الضو في طريقه اخرى. طريقه الضو ماشي بحال تاعت ال هذا. الطريقه ديال الاخوان، تندخلوا بوليشونات ب6 7 سنتيم وتندخلوا الريطون بي. غادي نوريكم طريقة الإضاءة، طريقة في شكل
على 6 كوكس بها الله تتلقى ما تقطع في البلاكة، تمشي تشيها وتبقى عندك 4 ولا 5 في الإنارة، غادي تشوفوا كل شيء في الجزء الثاني. انا يلا ترى الاخوان كيفاش قشرنا داك الشيء بحال هكا. دابا غادي تشوفوا هاد البلاصه مقوليه. بالنسبه لهذه الطبيله 30 سنتيم خرجناها من هنا، ومن هنا غادي نخرجها 70 سنتيم على الاخوان تقريبا. الفران ديالها غيكون هنا مع السيسي. دابا غادي نوريكم كيفاش تراسيو هاد الديكور هذا كيفاش يكون معايا. غادي نشدو 35 ملاكس وندورو بها الصورة ديالنا. الصورة ديال الجدار هنا كتفران تنجيو لهاد الخيط نص هذا تنهضرو 15 15 تنهضرو من هنا 15 من هنا 15 من هنا 15 من هنا 15 بعد ما تراسينا الاخوان غادي نتقبو التقاب بحال هكا. غادي نوريكم كيفاش تحطوا البليكات الوسطانيين. دابا غادي نحطوا واحد جوج بلاكات خارجين ب 70 70، وهنايا فين كاينين التقاب غادي تشوفوا السيركل اللي غادي نوجدوه نلصقوه قدامكم. دابا غادي نحطوا الطبيلات. بالنسبه لهاد الطبيله هادي راه فيها 70، غادي نديرو فيها 70 على حساب العرض تاع الطبله باش مشينا هنا 30 باش تبان الشوفه متناسقه كما شتو. مرسول اليمين ومرسول اليسار حنت البلاكه فيها 60، غادي نحاولو نزيدو واحد 10 سنتيم. غادي تشوفو الديكور فاش غادي يتحطو السيركلات، فاش غادي يتصطفى السيركل كما شتو. تنحطو هاد الطبيله وتنزيدو هاد 10 سنتيم هادي باش تكون طويله حنت البلاكه العبار ديالها 60. تنشدوها ركاب مع الخطة اللي تراسيت امامكم في الاول، وتنشدوها تنقتبوها تكون ركاب من الفوق من التحت. عاد تنبداو في الكولاج ديالها الاخوان كما شتو تنكوليو. المهم الفيلاص مع العجينة الاخوان بحال هكا طريقة الكولاج. بالنسبة لهاد هاد الكوابل هادو راه كوابل توعدتو تنحاول ما نكوليوش عليهم ولا شي حاجه. هذا كابل تاع كاين الكابل ليد كاين الكابل لي سبوت، كل حاجه تنزلها بلاصتها كما شتو. وتنمشيو مع الكولاج بحال هكا. بعد ما كولينا الطبيلات تاعنا وما هادو الاخوان كل شيء تكولا. الطريقه هذه تنوريها لكم سهله باش تاخذوا فكره وتخدموا الديكور مرتاحين. دابا غادي نصطافيو السيركل. طريقة العجنة السيركل هي هادي الاخوان، حنت بزاف الاخوان تيسولوني اخويا زكريا كيفاش طريقة العجنة الصطاف، كيفاش طريقة العجنة الكولاج. داكشي علاش هاد الفيديو حاولت نوريكم فيه طريقة العجين. ودابا غادي نوريكم حتى كيفاش تصطافيو هادا. عقلو معايا دابا السيركل اللي غادي نصطافيو وغادي نلصقوه في هاد المكان هذا فين حنا خدامين، حنت خصنا السيركل. غادي نصطافيو دابا تنبارطاجيو معاكم مرحلة بمرحلة. فيلاص بعد ما شربات العجنة تنحركها تتولي بحال هكا الاخوان، ما تيكون فيها لا حجر لا كراك بلا والو. وهادي هي العجنة ديال الصطاف كما شتو معايا، تتمشي مع السيركل بحال هكا تتراسي ليه بلاصتو بعدا فين تي الفيلاص. وهذا غادي يمكن لك تبدا تخوي العجن توزعو فيه كامل. ملي تتمشي مع هكا ضربة حدا ضربة تتراسي بلاصة الفيلاص. وهذا
وتنشر فيه الفيلاص. بالنسبة للفيلاص هتعاون السيركل باش يكون فورسي ويكون صحيح كما شتو. تدور الفيلاص ديال، ما تخليش شي بلاصة ما فيهاش الفيلاص ولا شي حاجة، حط الفيلاص. تعطي واحد الدور مهم ملي تزاد فوق العجين هذا، تتنفخ والبياسة تتصحح وتعطيك الصح والتربية. الا بغيت تخدم بها تخدم بها مرتاح كما شتو. العجنة ديما تكون بحال هكا عاد تبدا تخوي فيها باش يطلع لك السيركل دغيا، ما تبقاش تتصطافي بعجين جاري، تتبقى تدور غير بلاصتك، تتبقى دير عجين فوق عجين ما تطلع لك السيركل. اما الا درتي عجنه مليحه وصحيحه وخليتيها تشرب وتوقفات، تدور دوره واحده احسن من جوج، تدور دوره تطلع لك السيركل. هنايا العجين قليل، فهمتي؟ ملي تيكون عندك العجين قاد تكوادر راه تدور دوره احسن من جوج. والطريقه تنقيات الكالب هي هادي، تنقيه ما تخليش فيه شي حجره تحبسها كلها تخلي لك شي درج ما طلعش. والسيركل ديالنا هو هذا الاخوان، غادي نقول كما لكم شتو كيفاش غادي الاخوان، هذا نركبوه هو وكيفاش السيركل غادي اللي نقطعوه. صطافينا، تنجيو تنعبرو له خيط من النص. اللاكس ديالنا هو هذا، من اللاكس اللاكس تنعبرو 30 سنتيم من هنا و30 سنتيم من هنا. هاد الشي تيتقطع الاخوان، تنخدمو هاد المورسو هذا من هنا لهنايا. نفس العملية هنا، تتقبض اللاكس ديالك، تسيركل 30 سنتيم 30، تتقطع على حساب الغرغارة. دابا هاد السيركل هذا غادي نلصقوه في البلافو، في البلافو اللي شتو معانا دابا، غادي تبقاو معايا في لافيديو الإخوان. كما شتو الاخوان، السيركل اللي وجدناه هو هذا، شرطناه المسائل، غادي نكوليو دابا في المكان ديالو. بالنسبه لهاد الطريقه هادي بارطاجيتها معكم انا، طريقه مليحه تعطيك الشوكات ناضيين وكل شيء ناضي، وما تطيحش البلاكه ولا شي حاجه، تدور داكشي اللي بيخصك. تقدر تقطعو انت بلاكه، انما هو بيخصك بلايك تسد فيهم وتراسي فيهم السيركل وتقطعو، فهمتي؟ ماشي بحال كوليتي هنا البلاكه تكون مش نتفه الا كوليتي السيركل ديالك. نعم ايه واخا وليتي، الا كوليتي السيركل ديالك تتحكم فيه، فهمتي؟ الشوكات يكونوا ناضجه المسائل. نعم صح ايه واخا، وتتقتب السيركل ديالك من الفوق من التحت، تتقتب السيركل ديالك من الفوق من التحت الاخوان. يكون عبار ديما العبار من هنا خصها تكون عندك 15، من اليسار 15. المهم تدور بالسيركل كامل، وما تتحطو فوق الرواقل الاخوان، تتحكمو في العبار يكون مجوستي ناضي، ما تكونش شي بلاصة كبر من بلاصة. مني تتقل منه مجوستي ما تتخليش فيه شي حاجة، حتى تبدأ في الكولاج ديالو. مني تتبدأ في الكولاج ديالو تتحيد الرويقلات. غادي نوريكم الطريقه كيفاش تكوليوها الاخوان، وكيف قلت لكم هذا الجزء الاول مع الفيديو طويل، تسناو الجزء الثاني غادي نوريكم كيفاش تسدو الريطومبي، وغادي نوريكم كيفاش تلصقوا الباندات في الوسط، وغادي نوريكم شحال من حاجه في الجزء الاخير. وكنتمنى تكونوا خدتوا فكره في هذا الفيديو هذا الاخوان. طريقه الكولاج راه هي هذه. الفيديو كان طويل بزاف الاخوان، داكشي علاش اضطريت نقسمو على جوج باش نتوما تفرجوا وتاخذوا فكره، ما يجيكمش الفيديو طويل في شي ساعه ولا هذا الاخوان. داكشي علاش زربناه وختمناه بحال هكا باش تاخذوا نتوما فكره في وقت قليل، فهمتوا كيفاش الاخوان؟ ما يكونش الفيديو طويل، وتسناو الجزء الثاني اللي هو الاخر تاع الديكور غادي يكون تابعو. والاخوه اللي جداد في القناه، كنتمنى تنورونا بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش توصلوا كاع بالجديد ديالي. ومرحبا بالاخوان جميعا اللي خصاتو شي حاجه، مرحبا، تهلاو ليا فراسكم الاخوان، وتسناو الجزء الاخير. الديكور غادي يولي بحال